السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع بومرداس لنقف على مشروع تاع المستشفى الجامعي الجديد اللي راهي الأشغال يعني تقرب من النهاية نتاعها، ما بقات إلا بعض الرتوشات الأخيرة بما يخص التهيئة الخارجية قبل البداية الفعلية نتاع التجهيز نتاع وضع يعني المعدات الطبية. إذا هنيئا سكان بلدية ولاية بومرداس على هذا الإنجاز نتاع هذا المستشفى الجامعي الجديد ذات 240 سرير. ونعيد ونكرر أن هذا المستشفى يدخل في إطار برنامج وطني للمستشفيات واللي سوف يمتد إلى 58 ولاية، وللعلم أنه فيه كذلك عدة مستشفيات في ورقلة وفي بسكرة وفي المدية. كل هذه المستشفيات راهي قيد الأشغال، وربما بعض ولايات أخرى نسيتها كذلك في بجاية والمسيلة. كل هذه الولايات مستشفيات راهي على قدم وساق، عندها نسبة تقدم أشغال متفاوتة من ولاية لأخرى. المهم أن البرنامج نتاع المستشفيات الجامعية ذات 240 سرير راح متواصل إلى أن يعم التراب الوطني. نترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم. Thank you.